ماتش صعب، نلعب في ارضهم قدام جمهورهم، بس حقيقة فرجينا انه عندنا لعيبه فوتبول. الروح كانت عالية، صحيح خسرنا لاعبين اول دقيقة، اهم لاعبين يمكن اهم لاعب خسرنا بالفريق بالدفاع يوسف باول خمس دقائق، وبعدين بعد دقيقة خسرنا عباس كنعان، لعبنا شي سبع دقائق ناقصين لاعب او لاعبين، بالاخير الشباب اللي فاتوا مثل السعدي والوليد قدم مباراة جيدة، وشفت الروح اللي دايما عم بحكي فيها، يمكن ما عندنا مستوى برازيل ومستوى كوريا واليابان، بس الروح موجودة، عندنا روح يمكن أي منتخب ما عنده إياها، وهل نحن عندنا إياها، روحنا عم يساعدنا، الحمد لله، إن شاء الله نكمل هيك، والفوز أكيد بيهدي لكل لبناني لإلك، لكل اللي إجوا لهون، وكل اللي عم بيحضرونا بلبنان، واللي ما عم بيحضرنا، لأنه وضع البلد اللي عايشين فيه صعب، ما في إلا الفوتبول نرجع كل لبعض. ومثل ما شفت اخر ماتش بالكويت بلبنان كيف رجعنا الشعب اللبناني لبعض، ننسى الطائفه ننسى هيدا وننسى، خلينا نحب بعض لانه حبينا بعض، ما في حدا يعمل معنا شيء. لبنان صار كثير قوي، ومثل ما شفتوا نحن عم نقارع الفرق بارضهم، والحمد لله هيدي المباراه خلصت، خلينا نفكر مباراه كوريا لانه حتكون كثير صعبه، صار الشيء بايدنا لنتاهل للدور الثاني باذن الله بمباراه كوريا، كون المدينه ناطرتنا لنربح ونتاهل للدور الثاني. هالوقفه هيدي كانت وقفه فعلا شجاعه كبيره، ما في شيء الا انه نحن عندنا عزيمه انه نربح، مش حدا افضل منا، اليوم اثبتنا وجودنا على الخارطه. رجينا انه لبنان قادر يعمل وباي لحظه بيقدر يفوز، الحمد لله كان كله عم يحكي انه لبنان عن طريق الغلط وعن طريق الصدفه انه لبنان فاز على الامارات وتعادل مع الكويت، لا رجيناهم من لبنان والحمد لله ربحنا وكان فينا نجيب الثاني والثالث، بس هيدا قدر الله، الحمد لله منيح اللي ربحنا ب 1-0 ونزلنا ثاني شوط بعزيمه اكبر وبروح اكبر وقدرنا نسجل هدف وبروح الايطاليه والعاليه تاعتنا قدرنا نحافظ على هذا الهدف، والله وفقنا وقدرنا نربح المباراه هون بالكويت، لانه مش بس نحن اللي عم نلعب، حسينا كل لبنان عم يلعب معنا والحمد لله قدرنا نطلع فايزين بهالمباراه، وهذا الفوز بنهديه لكل الجمهور اللبناني. الحمد لله قدرنا ناخذ اللي بدنا اياه الثلاث نقاط، ما بدنا نوقف عندهم، اكيد بدنا نعيش حاله الفوز بس بدنا نكمل، عندنا مشوار طويل، بدنا مشوارنا هو نتاهل للدور الثالث، وبعد ما تاهلنا بعد عندنا مشوار ان شاء الله. تفضلات الموجودين برا، الموجودين برا بينوا ابطال اكثر، اللي بحب اقوله انه نحن 30 لعيب موجودين بالمنتخب، 30 لعيب هن لاعب واحد عم يلعبوا للبنان، واسمح لي كمان اتشكر الجمهور اللبناني اللي وكبنا اللي اجى من لبنان، الاعلاميه بتشكرهم. مبروك للبنانيه، توحدنا هذا اهم شيء نحن هلا بهيدا النهار، مبروك لكم كنتوا حدنا، وما ينسوا كلنا نحن لبنانيه خي ما بنموت باذن الله. دائما النكته حاضره عند زياد والروح المعنويه عاليه، اللي بدي اقول لكم اياه انه خلصت المباراه وابتدت الاحتفالات للجمهور اللبناني، الدربكه، الدبكه، الرقص، وبقيت لوقت طويل، وكمان ما بيفوتني بهالوقت انه جد تحديدا الشرطه الكويتيه اللي كانت عامل مساعد وحمت جمهورنا، يعني طبعا ما حمتهم من شيء هن عند اهلهم وببيوتهم، بس كانت رقيب ايجابي على كل شيء عم بصير. هذا هو جمهورنا اللي كان اذا عم يلعب احلى دور ممكن يلعبه. العب